وننتقل بكم مشاهدينا إلى مدينة العالمين الجديدة لنقل جولة وزيرة التنمية المحلية بمدينة العالمين الجديدة. يقدروا يتزيق ده غير تحويشه ده غير تحويشه اه ده برنامج مخصص للبنات الصغيره بحيث ان هم لما يكبروا يبقى عندهم المهارات الاساسيه ان هم ازاي يعرفوا يحوشوا يبداوا مشروعهم صغير يدخروا وينظموا وقتهم يذاكروا ازاي ويلعبوا امتى بحيث ان هم برضو يقدروا يتفوقوا دراسيا. عندنا منصه الكترونيه وبنبعت كمان حد يصور لك المنتجات بتاعتك عشان انت ممكن ما تكونيش عارفه تصوريها وبنحطها لك على المنصه. احنا مشتركين مع ايادي مصر. ايادي ما هي ايادي مصر. طيب كويس ما انتوا مشتركين اهو. طب هل بتسوقي كويس من خلالها؟ والدتي وانا اتعلمت الحرفه منها ف هي رائده حاليا. برضو بنزل معاها في المعارض وكده وكمان يعني كنت مشتركه اصلا في المنصه لسه بعتين لي اسمها في المسج. طيب كويس. هم مهتمين كل شويه بيبعتوا بصراحه. هم انا كنت رائده الكبيره بعد كده بقيت الرائده الصغيره تبع وزاره التنميه المحليه. برافو عليك. طب كويس. ان شاء الله ان احنا كل المحافظات اللي على الساحل يبقى فيها منطقه شاطئيه لذوي الهمم، يعني القياده السياسيه بتهتم بموضوع ذوي الهمم ده ان احنا نساعدهم. يعني انا شايفه برضو اتاحه، كلمه الاتاحه دي ان احنا لازم نعمل وسائل معينه تتيح لذوي الهمم انهم يقدروا ينزلوا الميه، يقدروا يلعبوا. بس هل بقى حضرتك ممكن هنا نعملها مثلا مكان ان احنا نحاول ان احنا نشوف المواهب اللي موجوده في المحافظات زي في الجامعات؟ عندنا ثلاث اماكن. عندنا المكان ده للمسرحيات، عندنا الارينا اللي احنا عملناها جديد دي بتاخد حوالي 30,000 واحد، بس عملناها ناحيه ثانيه عشان نحيي الناحيه الثانيه. يعني الاول كانت الناس كلها بتيجي على هنا، دلوقتي حطينا هناك الارينا عشان الناس تبتدي تروح على الناحيه الثانيه من المدينة. وعندنا المسرح الروماني، هو ده اللي بنحط فيه المواهب. ده المسرح الروماني بنحط فيه المواهب وبنحط فيه برامجنا الكبيره. يعني ده بتاع طب بتتواصلوا مع المحافظات تبعت لكم المواهب اللي عندها؟ متواصلين مع كل الناس الحقيقه. انا منظمه المهرجان السنه دي يعني سواء مع الوزارات سواء مع المحافظات بتتواصل مع كل الناس. كويس. المسرح الباك ستيج بتاعه حلو جدا طبعا. احنا طبعا عاملين كل الشاشات عشان تقدري تغيري بيغيروا الديكورات من غير ما نشيل ونحط بقى زي صح. لكن المعلومه دي وطبعا ما يعني اتفرج معاك بس ماليش في الكوره يعني. حضرتك الفكره اللي احنا قلناها لطلاب الجامعات المصريه ان هي تنقسم لمحورين، المحور الاولاني ازاي هم يقدروا يعني يكون بالنسبه لهم اللاند سكيب الجميل اللي موجود في مدينه العالمين دلوقتي ده هو بيكون المنطلق ليهم للوحات بتاعتهم، او يعملوا مزيج من اللي هم شايفينه هنا في اللاند سكيب مع القضيه الفلسطينيه، بما ان مهرجان العالمين الجديده هو السنه دي بيرعى القضيه وان 60% من ارباحه رايحه لدعم القضيه الفلسطينيه. تمام.